أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. أعزائي الحضور، نود إعلامكم بأن هذه الفعالية يتم بثها الآن عبر أثير إذاعة طلال أبو غزالة للأعمال والثقافة وعلى تردد 102.7. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، مديرة الفاضلة، أساتذة الكرام، أعزائي الطلبة، في مثل هذا اليوم نقف لنبحث في أعماق تاريخ وإنجازات لرجل مفكر عربي عالمي يفتخر بوطنه ويعلو ويرتقي بعروبته. دعونا اليوم نقلب صفحات مضيئة ومشرقة، يتمنى كل شاب وفتاة أن تكون له مثل هذه الصفحات. طلال أبو غزالة هو سيرة عطرة، قصة كفاح تجسدت منذ نعومة الأطفال، حيث السير إلى المدرسة مشيا كل يوم ليقطع 12 كيلومترا ذهابا ومثلها في الظهيرة إيابا. يرافقها الصبر والنظر إلى مستقبل رسمته بصيرته منذ طفولته ليبني الحجر تلو الحجر، مشكلا إمبراطورية طلال أبي غزالة بالصبر والكد والتعب والإصرار والتحمل في سبيل تحقيق الحلم. طلال أبو غزالة هو مفخرة وطنية أردنية عربية قومية إنسانية، يشار له بالبنان في المحافل العربية والدولية، ففي كل زاوية إنجاز علمي وعلى كل جدار ونافذة قصة نجاح لرجل أعمال ومال جمع بين النقائد التي استحال الجمع بينها، إلا أن الطموح لا يستحيل عليه شيء. وكان أبو غزالة ممن تحدى كلمة لا ليثبت بنجاحه أن الطموح يتحقق
إذا تسلح بالعلم والمعرفة. هذه هي قصة النجاح التي سنقرأها اليوم عبر لقائنا مع هذا الرجل العظيم، سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. والآن مع كلمة مديرة المدرسة السيدة عبير تادروس، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة مدير الشؤون التعليمية والفنية الأكرم، الحضور الكريم، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب أجمل ترحيب بضيفنا الكبير، ضيف مدينة الصلب وضيف مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة الأكرم. هذا صباح جديد من صباحات هذا الوطن الغالي، صباح جميل من صباحات وطننا الجميل، بوفاء أبنائه وإنجازاتهم وتضحياتهم في سبيل رفعته وعلو شأنه. ومن أبنائه الأوفياء المخلصين له ضيفنا الكبير والكريم هذا اليوم، سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة، الذي تتشرف مدارس التميز باستضافته هذا اليوم، والذي ينظر إليه على إنه نموذج ومثال يحتذى ويقتدى به في المثابرة والجد وبذل كل ما بوسع الإنسان من جهد للوصول في النهاية إلى الهدف المنشود. إن امتلاك الطموح النبيل يقود إلى العمل على تحقيقه مع محدودية الإمكانيات في البداية، لكن هذا لم يقف عائقا بين ضيفنا الكبير وبين تحقيق حلمه فيما وصل إليه من مكانة مرموقة ومعروفة لدى القاصي والداني. وإننا ندعو كل إنسان لديه ما لدى ضيفنا من طموح كبير أن يحتذى، أن يتخذه قدوة ونموذجا يسير على خطاه ويتلمس إنجازاته ونجاحاته. لقد آثر ضيفنا الكبير خدمة بلده وأبناء بلده، فعمل على إقامة المشاريع والمؤسسات البناءة الهادفة والتي ساهمت بشكل ملحوظ وفعال في بناء الوطن وبناء روح العطاء والإنجاز في نفوس أبناء هذا الوطن. فهنيئا لوطن فيه أمثالك، ولنهنأ جميعا بوطن كهذا الوطن الذي يكبر بأبنائه وبما يقدمونه له من دمائهم وتعبهم وسهرهم على أن يبقى وطنا عزيزا كريما يحوطه الأمن والأمان. ونكرر الترحيب بك هنا في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، فأهلا وسهلا. Thank you.
الدكتور طلال أبو غزالة أردني الهوية مولد ومنبت في أراض فلسطينية من أصول عربية يافوية تعلمك الخطى أنه بمقدار التحمل تتجسد قيمة الإنسان وأن في كل خطوة حكاية انكسار يتبعها انتصار وأن المعاناة وإن طالت فهناك وراء خوافيها وأوجاعها إبداع يحمل الكثير الكثير مرتحلا بأصحابها من النقمة إلى النعمة طلال أبو غزالة اللاجئ الفلسطيني الذي نما وترعرع في السنوات العشر الأولى من حياته في يافا ثم ارتحلت به أمواج البحر قصراً على متن باخرة شحن أثناء النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى قرية الغازية في مدينة في لبنان بدأ خطواته الدراسية ملتحقاً بالمدرسة الابتدائية في صيدا ثم إلى المدارس الثانوية في مقاصد الإسلامية في بيروت ومن الثانوية حملته محطة القطار في مشواره الدراسي إلى الجامعة الأمريكية في بيروت حاصلاً على منحة دراسية كاملة وهذا هو الانتصار أن يحملك الإصرار على أن تكون الأول على الجمهورية فتستحق بكل جدارة هذه المنحة كيف لا؟ وأولى لحظات ميلاد الفجر وزوال الظلام وفيض شعاع خافت من نور شمس وراء الأفق ونمت الأفكار وترعرعت شجرة تمثلت في شخصه طلال أبو غزالة هذه البذرة التي غرسها والده وسقاها من نبع تجاربه في الحياة وكان إحدى ثمارها مقولة ترسخت في عقل وقلب أبو غزالة حيث قال له والده يوما إن التجارة ثلثاء الإمارة فسار على النهج وركب الموج حملته الخطى وواصل السير ليقف شاهدا على عظمة الإرادة والإصرار على الوصول طلال أبو غزالة قصة نجاح ولدت رغم الابتعاد والانكسار فاستحقت أن تحكى وأن تروى وأن تتخذ قدوة والآن فليتفضل سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لافتتاح الجلسة الحوارية بعنوان طلال ابن أديبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سعادة العين دكتور طلال أبو غزالة ضيفنا المبجل والكريم الأخت الفاضلة مديرة المدرسة أبي الفردوس زملائي المشرفين والمشرفات السباقين دائما بالإبداع زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات بهذا الصاحب العلمي أبنائي وبناتي الطلبة والحضور الكريم الذين رافقوا سعادة العين دكتور طلال أبو غزالة في هذا الصباح الطيب المبارك سعدنا وفي هذه اللحظات الطيبة أن نلتقي بقامة كبيرة لها أثر طيب وبصمات واضحة في مسيرة بناء هذا الوطن ومما يسعدنا أن نلتقي بهذه القامة في صرح علمي يحمل اسم قائد البلاد وسيدها مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز التربوي هذا الصرح العلمي الذي أنشئ لرعاية الإبداع والمبدعين فكان النشأ أنتم أبناء الطلبة أنتم الذين تم فرزكم لأنكم تميزتم وأبدعتم وكان حقا علينا أن نقدم لكم كل الرعاية والإبداع ومن ضمن هذه الرعاية أن نعرض لكم إبداعات عظيمة وظاهرة ومميزة لأبناء الخيرين لهذا الوطن هذا الوطن الخير
أبناء الخيرين حملوا هم الوطن وسعوا جاهدين لبنائه لبنة لبنة حتى كان هذا الإنجاز العظيم. فكان لقاؤنا اليوم مع قامة تربوية واقتصادية وسياسية تتعدد الأوصاف وتتعدد الإبداعات، عندما نقول بالإضافة إلى ذلك جميعا أنه أديب، وهو أديب بخلقه وبعلمه وبكل ما يظهر فيه. فأسعدنا لقاؤه كي يقدم لكم أبناء الطلبة جل خبراته، وهذه فرصة عظيمة لنا جميعا، لأن هذه الفرصة لا تتكرر، أن يقدم لنا إنسان وقامة تربوية وقامة علمية واقتصادية تجاربه في حياته فنستفيد منها ونختصر الكثير من الخطوات التي قد تعيقنا، لكن تجارب الآخرين تعيننا. فكل الشكر لسعادة العين الدكتور طلال أبو غزالة لتفضله في هذا اليوم الطيب لأن يقدم لنا هذه الخبرات العظيمة. عرضت أختنا المعلمة فيما قدمت من عرض على الباوربوينت هذه الإنجازات، وهي غيب من فيض، هي كثيرة ولكنها اختصرت وقدمت، فكان الكثير الكثير مما شاهد. جزاه الله خيرا على وجوده بيننا اليوم في هذا الصرح، جزاه الله خيرا على ما سيقدم لنا، جزاه الله خيرا على ما تفضل به من تقديم لهذه المدرسة ورعاية، فكل الشكر له وأهلا وسهلا به. فقد حللتم وقدتم سهلا وحللتم أهلا، فمرحبا بكم في ديار الصمت، ديار الصمت التي كانت دوما منذ نشأة هذه الإمارة راعية للإبداع، فكانت فيها أم المدارس، أم المدارس التي خرجت رجال الأردن الأوائل السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، فكانت راعية للإبداع، وهي الآن تستقبل هذا الرعيل الأول من المبدعين والمفكرين والذين نشأوا على الإبداع ورعوا وبنوا في هذا الوطن. فمرحبا بكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم. أشعر بكثير من الخجل والتواضع أمام ما تفضل به أستاذنا مدير البرامج التعليمية والتدريبية والتربوية ومديرة مدرستنا ومعدة هذا البرنامج. عن جد أجد صعوبة بعد ما سمعت عن نفسي، لأنه مش رح ما تقول إنه الحقيقة تختلف عن ما سمعناه، فاعتبروا أن ما سمعتموه هو دليل على خلق من تكلم أكثر منه وصفا لي، وخلقكم الكريم ومكانتكم الكريمة. نفخر بك والله. أبدا، أنا قبل 65 سنة كنت مثل هؤلاء الشباب والشابات، قبل 65 سنة كنت مثلكم، أجلس في مقاعد الدراسة وأتطلع إلى المستقبل. بدأت في يافا فلسطين كما سمعتم، ثم هجرت قصرا كلاجئ إلى لبنان، إلى قرية وجدت فيها كرم أهل لبنان وأهل الجنوب. ولكن في مرحلة، وكان هذا الكلام عم بحكي سنة 48، كان عمري 10 سنوات، وكنت أفكر كيف أنتقم من هذا العدو الذي طردني من بلدي. هناك أساليب كثيرة لرد الفعل، ممكن أن تيأس وتشعر بالظلم وتحزن، ممكن أن لا تبالي، ممكن أن تنفعل، ممكن أن تقوم بعمل نضالي، ممكن أي شيء. أنا قررت يومها أن أريد أن أنتقم منه بأن أتفوق عليه، أي أن أتفوق على عدوي الذي طردني وقال أن هذا البلد
وطن بدون مواطنين وأننا لا نستحق أن يكون لنا وطن. وأردت أن أثبت أنني أفضل منه. وأنا بحب أن كلكم تشتغلوا على الإنترنت، حطوا اسم طلال أبو غزالي ودوروا إذا في واحد من العدو، وأنا ما عندي إلا عدو واحد، العدو الصهيوني، ما عندي أعداء، وما بدنا نسمح لأحد أن يشتتنا بأن الدولة الفلانية أو الشخص الفلاني. عندك عدو واحد، لا تسمح لهذا العدو أن ينجح بأن يقول لك الدولة أو الجهة أو الشخص الفلاني هو عدوك أيضا. لا، في عدو واحد، وكل من يلعب في ملعبه هو المسؤول عنه. إذا وجدتم واحد بالدنيا من عدوي من أعدائي اللي هم الصهاينة حقق ما حققته، اكتبوا لي قولوا لي أنت طلعت غلطان. بحب تعملوا البحث وتشوفوا كيف أنني عندما قررت وأنا عمري 10 سنين أن أتفوق استطعت أن أحقق. ليش؟ لأن النجاح سهل. وأنا مش راح أطول بالحديث، بحب أسمع منكم تسألوني، حضروا من هلأ الأسئلة، بحب تسألوني الأسئلة اللي بذهنكم. ليش أقول أن النجاح سهل؟ لأنه متى وضعت أمامك هدف وقررت أن تحقق هذا الهدف تضع كل حياتك وإمكاناتك في سبيله، يجب أن تتحقق. يعني في حديث شريف يقول إن لله أقواما جمع قوم إذا أرادوا أراد، إذا أرادوا أراد. يعني إذا أنت قررت ربنا بيقرر، بس قرر أنت أول، مش تنتظر ربنا يقرر. أنت تريد وبعد أن تريد ربنا يريد. فإذا هذه كانت فلسفتي وهذا كان مبدأي. ومن نعم الله أنني كلاجئ في عهد وفي عصر المغفور له الملك الحسين جلالته المعظم، أن أعطاني وطناً بدل وطني، فصار عندي وطنين، وأكرمني بأن أصبحت مواطناً في هذا البلد، وهو ما مكنني من أستمر في أداء رسالتي. لو لم يكن عندي هذا الوطن وما قدمه لي جلالة الملك الحسين وما يقدمه لي من دعم وتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأدام مجده، لولا ذلك لم استطعت أن أحقق. ولكن كل تلك كانت أمور داعمة ومساعدة، ولكن القرار كان قراري. وأنت في هذا البلد الذي حقق فيه جلالة الملك الأمن والأمان، عندك الأرضية الكاملة لتبدع. أضف إلى ذلك كل واحد فيكم أحسن مني ظروفه، ظروفك المادية أنت أحسن مني، ظروفك الصحية أنت أحسن مني، ظروفك في الأكل أحسن مني. أنا كنت أتغدى كل يوم سندويشة هي عبارة عن رغيف فيه زعتر أقطفه أنا من الجبل، لأنه ما عندنا فلوس نشتري زعتر، نطلع على الجبل نجيب الزعتر البري ونحطه بالسندويشة ونرش عليه ملح. هذا كانت غدائي كل يوم. ظروفك كثير أحسن بكل شيء، وأهم من كل هذا الله أعطاك الإنترنت، واللي أنا كان لي دور كبير في وضع استراتيجيتها على مستوى العالم باعتبار رئاسة فريق الأمم المتحدة الذي صاغ استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات. هذا الجهاز الذي وضع بين أيديكم اللي اسمه الإنترنت، هذا النظام يحقق لك فرصة كأي إنسان في الدنيا. ما واحد يقول أنا مظلوم، أنا قاعد في السلطة ذاك اللي قاعد بنيويورك أو بشنغهاي أحسن مني، أبدا. كل من يدخل محيط الإنترنت مساوي متساوي. فعندك فرصة تاريخية أن تبدع كأي إنسان في الدنيا، ما عندك قدر أن لا تبدع، ما عندك قدر. أنا كنت أدرس تحت لمبة الكهرباء بالشارع
لأني لا أريد أن أتحجج بأنه أنا ما عندي كهرباء بالبيت فما أستطيع أدرس. عندما كانت المدرسة تقفل كنت أنزل على الطريق وأدرس تحت الشارع تحت النهر. ما في واحد ظروفه فيكم أسوأ من ظروفه. وأقول أن الحمد لله أن ظروفي كانت سيئة. أنا مثل ما تستطيع أن تستنتجوا أتممت 80 عاما من عمري وأستطيع أن أمشي مشي الشباب. من عارف أنا اختيار بس بمشي مشي الشباب روح الشباب ما شاء الله عليك وأشتغل شغل الشباب وأداوم وهي زملائي موجودين بداوم أكثر منهم الشباب. لماذا؟ لأنني قررت أنني أريد أن أستمر في عطائي وفي عملي إلى آخر يوم من عمري. أمد الله بعمرك وإن شاء الله الله يقدرني وأنا هنا أقول أن كل ما يحصل في حياتك هو قرار. أرجوكم ولا واحد يقول مش بدي أعمل. ما في شيء اسمه شو بدي أعمل. كل شيء السعادة قرار. أنت بتقرر تكون سعيدة أو تعيسة. ما حدا بيجعلك سعيد أو تعيس. أنت هذا قرار داخلي ذاتي. أنا أريد أن أكون سعيد. ما عندي أكل معلش شو المشكلة بأكل بكرة. ما عندي سيارة توصلني بمشي. وعندما أمشي كل يوم 4 ساعات إلى المدرسة أخزن قوة وأخزن صحة. عندما أحرم من أكل الهامبرجر وغيرها أنا سعيد لأنه هذه أصلا أكلها مضر. أنا كان تفسيري دائما أن كل ما يعتبره الناس نقمة عندي نعمة. واستطعت أن أنتصر على النقمة وأحولها إلى نعمة. هذا قرار وقرارك أنت وقرارك أنت. ما حدا بيقدر يحرمك قرار أن تكوني سعيدة أن تكوني متفائلة أن تكوني طموحة. طموح ما حدا بيقدر. أنت يجب أن تفكر أنا بدي أصير أحسن من بيل جيتس. حقك. الله ما خلق بيل جيتس وقال ما في غيره ولا زوكربيرج وما في غيره أبدا. من حقك يا ابني كل واحد فيكم يقول أنا بدي أكون أحسن من فلان وأحسن مني. طبعا أي واحد فيكم له الحق في الطموح. وبدون الطموح لا تستطيع أن تصل إلى هدف. ويجب أن يكون هدفك هدف فيه طموح معنوي وطموح أخلاقي. وليس أن أكون أكبر أسوأ واحد في الدنيا أو أكبر حرامي في الدنيا أو أكبر مجرم في الدنيا. الطموح الذي يحقق لك السعادة هو مثل ما كاتبين هون حب وعطاء. أن تحب وأن تعطي. أنا في كتاب يجب أن تقرأوه غير هذه القصة الصغيرة اللي منكم بهتم في الموضوع. في كتاب أنا ألفته قصص مجموعة قصص اسمه كيف تصبح عنوان الكتاب كيف تصبح البطانية جاكيت. أنا في لما كنت لاجئ ما كان بالصيف اللجوء. عندما جاء الشتاء ما عندي جاكيت. فأمي خياطة وليست خياطة ما عندها مع قدرة مع الأسف ما عندهاش خبرة الخياطة. خيطت لي ما يشبه الجاكيت. ولما لبسته ورحت على الصف زملائي الشباب مش الصبايا. الصبايا حنونين. الشباب عادة عدائيين أكثر. الشباب في الصف عادوا يضحكوا علي إنه شوف شو لابس. قلت لهم تضحكوا لأنكم غيرانين مني. لأنني أنا ألبس ما يقيني البرد. أنا لابس حرام. أنتوا لابسين جاكيت يمكن منظرها حلو بس ما بتدفيكم. أنا أحسن منكم أنا بتدفي. هكذا أحول أي شعور بما يعتبره الناس نقص أو عيب أو نقمة إلى أن يصبح سعادة. الآن بهمني أن أقول لكم أنتوا في مدرسة التميز. إحنا إن شاء الله ابتداء من سبتمبر القادم حصلنا على موافقة كريمة من الحكومة على إنشاء كلية للاختراع.
المستقبل. أنا أقول هالكلام لأقولكم بدي واحد منكم يحط براسه من اليوم، يعني أصلاً اليوم لازم مش بكرة، لأني أنا لما كان عمري 10 سنين أخذت قراري شو بدي أكون. من هلا قرر إني أنا بدي أكون عظيم، أنا بدي أخدم هذا الوطن. كيف تخدمه؟ مش بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالمظاهرات، تخدم هذا الوطن وملك هذا الوطن بأن تحب هذا الوطن وأن تحب ملك هذا الوطن وأن تقرر كيف تخدم هذا الوطن. هذا الحب، مش الحب والله أنا أنادي وأطلب والإصلاح طيب إصلاح أولا ابدأ بنفسك، إصلح، اعمل عمل يوم يكون نموذجا للإصلاح. فبدك تبدأ من اليوم تقرر ماذا تريد أن تكون. إذا ما بدأت اليوم الآخر، يعني ما تستنى لتقول لما أتخرج بكرة. شو تتخرج؟ أنا لما تخرجت كنت مكون بذهني تفكير كامل. تخرجت من الجامعة عام 1960، بدأت في العمل وبدأت فورا أخطط لما كنت رسمته في ذهني من طموح. ما عاد أفكر وقتها شو بدي أعمل، أنا الآن صار معي شهادة. فإذا من الآن يجب أن نفكر أبنائي وبناتي ماذا نريد أن نكون، ويجب أن نقرر ماذا نريد أن نكون. ما تترك الأمور للظروف شو راح يصير معك، ما في شيء بيصير بالظروف. أنت تصنع الظروف، أنت تصنع النجاح، أنت تصنع السعادة، أنت تصنع الخير. صدقني امبارح كنت عم بتكلم في بعد الظهر أمس وبعدها أيضا في مناسبتين كمان أبنائي، كنت أخاطب أبنائي خريجي جامعة الملك الحسين المعظم رحمه الله، وبعدها كنت في مساء في مدرسة الترا سانتا أتكلم. وأنا يعني شايفين نص وقتي مش بصرفه معاكم مع أطفالي أبنائي. أنا أحفادي يا شباب، أنا بقول أطفالي لأنه أحفادي عندي 4 أولاد و9 أحفاد. 3 من أحفادي تخرجوا من الجامعة، مش أولادي، أحفادي، يعني أحفادي أكبر منهم. فلما بقولكم أطفالي بكرمكم لأنكم بالنسبة لي يعني أصغر من أحفادي. فأنا بقول لكم يا أبنائي، ليس عندي موضوع أو مشروع أهم منكم. الآن همي كيف أن يكون كل واحد فيكم أحسن مني. كل واحد فيكم، أريد كل واحد فيكم، كل اللي سمعتوه هذا واللي ممكن تسمعوه أو تتفتشوا عليه بالإنترنت وتدخلوا على جوجل، هلا كله بقول لك جوجل مي، ادخل على الإنترنت وعلى المواقع وعلى السيرش إنجنز، ممكن أن تكون أحسن، لأنه عندك ظروف أحسن وعندك ظروف أحسن، وذلك ما يجب أن يكون بذهنكم. الطموح، هذا الوطن يحتاج إلى أبناء طموحين، ويحتاج إلى أبناء يفكروا كيف يخدموا. أنا كنت مرة يعني على الآن نحن أنشأنا على امتداد المملكة 300 مركز معرفة لكي نتيح لكل من ليس عنده القدرة أن يكون عنده اتصال بالإنترنت، سواء كونكتيفيتي أو كجهاز كمبيوتر، أن يستعمل هذه المراكز مجانا مع خط الإنترنت المجاني. كيف كان ذلك؟ صدفة كان لي شرف أن أكون في لقاء مع سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، وكان قلقا على أبنائه، قال كيف بدنا نأمن لكل مواطن في هذه المملكة خصوصا في المناطق البعيدة حقه في أن يصل إلى الإنترنت. كان سؤال طرحه سيدنا، فهمت الإشارة وأخذت هذا القرار وأنشأت هذه المراكز. هكذا تخدم الوطن، مش بالتصاريح ولا بالهتافات. صدقوني أنا كنت في مؤتمر كم يوم في إحدى المدن في المملكة، والهتافات الكرامة والكرامة، الكرامة بأن تكون مبدعا، الكرامة بأن تعطي وطنك، الكرامة بأن تحب وطنك.
مش بالأغاني والأناشيد. حلو الأغاني والأناشيد تعطينا حماس، بس لا يكفي ذلك. يجب أن نعطي هذا الوطن ومليك هذا الوطن ما يستحقه. وأنت عندما تقدم عمل يعني يكفي لك، تخيل حالك وتخيل لحالك طلال أبو غزالة، ألا يكفي هذا الشعور العظيم بأن أجلس هنا وأسمع ما سمعته عني ليكافئني على 80 سنة من العمل؟ هكذا يجب أن تفكر، أنه أنا لما يصير عمري 80 سنة أستطيع أن أجلس وأجد من يقول شكرا لك على ما قدمته لوطنك، شكرا لك على ما قدمته لوطنك في العالم. أنا ترأست مؤسسات الدنيا، مش المنطقة، الدنيا، في الأمم المتحدة، في المنظمة العالمية للتجارة، الملكية الفكرية، في التعليم، في تقنية المعلومات، في كافة المجالات، ممثلا لهذا الوطن. فعندما تشعر بأنك خدمت هذا الوطن وكنت ممثلا أو تعبيرا لكفاءاته وأبنائه، ويأتي يوم وأجلس هنا وأسمع ما يقال عنه، أنا بشعر أني كفئت أكثر مما أنا عملت. هذا شعور، هذا شعور اللي بدي أكون حطوه براسك. أنا بدي يوم اللي من الأيام أجلس وأشعر بفخر أن وطني وأهلي يكرموني ويقدروني. في أحلى منها؟ ما في أجمل منك والله. إحنا شركتنا مثلا، خليني أحكي لكم، يمكن قليلين اللي بيعرفوا هالكلام، نحن شركة عالمية في 110 مكتب في العالم، أكبر شركة في الدنيا في كثير من المجالات. شو سياستنا؟ سياستنا أنه هذه الشركة هي لخدمة المجتمع. كيف؟ أولاً علينا أن نربح، اللي بده يخدم لازم يربح، مش يكون عالي على الوطن بدي مساعدة وبدي تعطيني وظيفة وتعطيني قرض، لا، بدك تخدم الوطن، بدك تكون قادر على أن تعطي الوطن، مش بس تطلب من الوطن. نتائج أرباحنا كل سنة 50% من الأرباح يخصص لخدمة المجتمع. ما بنعطي كاش فلوس، بنعطي بناء قدرات، بنعطي تعليم، بنعطي تدريب، لأنني أريد أن المواطن لا يحتاج للمساعدة. بدل أن أساعده على أن يظل محتاج للمساعدة، أريد أن أجعله مستغني عن المساعدة. ف50% نصرفه في خدمة المجتمع، وال50% الثانية تبقى في الشركة لتطويرها وبنائها وتفوقها، لأنه إحنا إذا لم نحافظ على التفوق تنتهي قوتنا. لذلك دائما إحنا عندنا شعارنا في المؤسسة، نعمل بجهد أكبر لنبقى في المقدمة، مش نعمل بجهد أكبر. إذا وصلت إلى شيء محتاج أن تعمل بجهد أكبر حتى تحافظ عليه. وبالتالي نحن في هذه المؤسسة ما فيش عنا أرباح توزع ولا أدينا، بما في أنا عندي مخصصات شهرية، والفائض يستثمر في فتح مكاتب جديدة، في تطوير قدراتنا، وفي بناء نشاطاتنا الجديدة. هكذا نمت هذه المؤسسة واستطاعت أن تصبح من أكبر مؤسسات الدنيا. أنا هنا أريد أن أتوقف وأقول، ما في واحد فيكم بحق له يقول أنا مش طلال أبو غزالة، لا، أنت أحسن من طلال أبو غزالة، وظروفك أحسن مني، وإمكانياتك أحسن مني، عقلي مش أحسن من عقلكم، حالتي الصحية مش أحسن من حالتكم الصحية. بديش أحكي عن ظروفي الصحية اللي مريت فيها وأنا تلميذ وطفل، وكنت أعتبرها من نعم الله إنه علي عم بفحصني ويختبرني إذا أستطيع أن أقاوم وأنتصر. هذا اختبار، عندما تواجه مشكلة هو اختبار لك إذا كنت قادر أن تنتصر في الاختبار. ما راح أتكلم عن ظروفي، أتكلم عن أن كل ظروفكم أحسن مني، وكل واحد فيكم أحسن مني، كل واحد فيكم قادر أن يكون أحسن مني. ما نحتاجه، وهي ملاحظتي الأخيرة، هو أن نفكر أن المطلوب ليس أن نتخرج متعلمين. انتهت فترة اللي أنا تخرجت فيها لأكون متعلمة، وفترة اللي تخرج فيها أمثالي. الآن المطلوب الاختراع،
انتقلنا إلى عصر الاحترام. ولذلك كما قلت هذه الجامعة التي أنشأناها وتبدأ أول نشاطها في سبتمبر لا تدرسك لتتخرج متعلما، تدرسك كيف تخترع، وإذا اخترعت تخرجت، وإذا لم تخترع لن تحصل على شهادة التخرج. هذا نموذج جديد من المؤسسات التعليمية في الدنيا، احنا الأولى التي قررت أن هدف التعليم يجب أن يكون الاختراع والإبداع، وهذا هو الطريق إلى صنع الثروة. احنا أبدعنا لأنه اخترعنا، احنا كل برامجنا احنا مخترعينها، برامج الكمبيوتر اللي تشتغل فيها مؤسساتنا، قوتنا هي في قدرتنا على الاختراع وتفوقنا على غيرنا لأننا مخترعين. فإذا أريد منكم أن تصبحوا مخترعين، وأن كل واحد يفكر شو الاختراع اللي بدي اخترعه من الآن، شو بدك تخترعه، فكر فيها، وأنا واثق بأنك تستطيع أن تبدع وأن تتفوق. شكرا جزيلا لكم. أبناء الطلبة، يعني تفضل الدكتور بغيض الكثير من الملاحظات والإرشادات والتوجيهات من تجربته في الحياة. إذا في حدا منكم، طبعا هذا طبيعي إنه الاستفسار أو السؤال أو تساؤل لسعادة العين، فليتفضل. أول سؤال لسعادة العين الدكتور طلال أبو غزاله، عملت في عدة وظائف في طفولتك، فما هو أكثر عمل أثر في حياتك؟ أنا لا أنظر للأمور هيك بنتي، أنا أنظر كيف أؤثر وليس كيف أتأثر. نوجه نقول موقف. نعم. كمواقف إذا كان تقصدي ما هي المواقف التي أثرت فيها، مواقف كثيرة. عندما مثلا أصبحت لاجئا في الغازية، كان مختار الغازية صديق لوالدي وبينهم عمل في يافا، عمل تجاري، فأصدر أمرا إلى أهل ودكاكين وبياعين الغازية، هذا الرجل ضيفي أي شيء بيشتريه بتحسبوني أنا. هذه لفتة علمتني كيف أن الإنسان يمكن أن يعطي، وطبعا سددنا كل شيء لاحقا، ولكن عندما هاجرنا ما معنا ولا ليرة لبناني، فبدنا نأكل بدنا نشرب بدنا نشتري دواء إلى آخره، فكانت علمتني درس بكيف يكون العطاء. هذه كانت أحد المواقف اللي تعلمت منها كدرس. هذا الإنسان إذا كان هنالك إجرام، فالإجرام صفة دولية لا يجوز أن نصفها لهذا الشعب أو لهذه الأمة أو لغيرها. والدليل على ذلك أنتم نخبة العالم، انتخبتوا رئيس عليكم واحد فلسطيني أردني عربي مسلم، ما في شيء تهمة مش موجودة إلا فيه. هذا كان ردي. إن شاء الله. معنا أنا عبد العمر. هلأ زي ما بنعرف أنت كثير بتتواجد بمؤتمرات أو أشياء سواء لتكرمك أو لتستفيد منك، وكلنا بنعرف سيرة حياتك وإيش الأشياء اللي المفروض إحنا نعرف عنها، بس أنت كسعادتك كطلال أبو غزالة إيش اللي بدك تحسه أو تسمعه أو تشوفه اليوم؟ من مين؟ منك انت كشعور داخلي. اوكي، شكرا جزيلا. اولا انا سعيد جدا لما بتقول لك بنعرف كل شيء عنك، شو بدي احسن من هيك؟ لما انتوا تعرفوا عن الانسان البسيط، انا شخصي الحقير، تعرفوا كل شيء عنه، هذه سعاده كبيره اني انا استطعت ان احظى باهتمامكم. لاني لما اقول احظى باهتمامكم انا اقول انني اريدكم ان تعرفوا انه كل واحد فيكم ممكن يعني يكون احسن مني. فلما بتقول بنعرف عنك معناته انت تابعتي ان هنالك نجاح وهنالك اسلوب للنجاح. انا ما يسعدني اليوم اكثر شيء انه عندما التقي بلقاء من هالنوع، وانا قلت ذلك، ولكن عندما اكون في اي مكان
كنت في عشاء من يومين أول امبارح، نصف الموجودين في العشاء تخرجوا من عندي، إما من المؤسسة كانوا موظفين وصاروا إما وزراء أو صاروا رؤساء أو رؤساء مؤسسات أو سفراء، والنصف الآخر أصدقاء دعموني وساعدوني ويعتزوا بصداقتي. فعندما يقول شخص كبير من دون ذكر أسماء، أخي مش معقول كيف كل هؤلاء الناس ما في واحد إلا مر من عندك أو صديقك أو تخرج من عندك، هاي سعادة تشعرني بعد عمر 8 سنة، وأنا بعتبر حالي في هذه الحياة كل يوم هو نعمة جديدة من الله. أنا ما بفترض أني راح أعيش لبكرة، ومرتاح مع نفسي عندما أصحى الصبح أبدأ بنهار سعيد جدا، يعني من الصبح بفتح عيني وأنا عم برقص وبغني وبمزح وبزعج زوجتي بالبيت بكل وسائل الإزعاج، لأني بحس أنه أنا الله أعطاني يوم جديد. فأنا عم بحكي ولا أقول أني أنا بفترض أنني سأعيش، أنا بقول أنه كل إنسان يعيش بيومه كما تعلمنا في ديننا كأنه يعيش أبدا، ويعمل لغده كأنه يعيش أبدا. فبالحالتين كأننا نعيش، كأننا سنموت وكأننا سنعيش. ما هذا ما عندي مشكلة في الموت، لأنه الإنسان ما بيعرف شو الحياة الأخرى، ربما تكون أحسن من حياتنا. على كل حال أنا ما أريد أن أقول ردا على سؤالك أنني أشعر بالسعادة نتيجة العطاء. كلمة عطاء، ما في أجمل من أن يشعر الإنسان وهو، والله كنت أتعشى في مطعم في كان عندي دعوة رسمية من إيطاليا، وكان ضيف الشرف في دائرة المسؤول الحكومي اللي دعيني على العشاء موجود، وإحنا على الطاولة إجى سيدة كبيرة في السن، قالت لي طلال أبو غزالة، قلت لها نعم ستي، قال أنا ما بتعرفني بس أنا بدي أشكرك لأنك أنت سبب نجاحي. قلت لها عزيز ما بعرف كيف يعني، سامحيني أنا شاكر وممنونك. قالت لي أنا قررت أن أتابعك، وبأني بتابعتك ومشيت على نصائحك وخطى أصبحت أهم سيدة في مجال عملي لأنني أخذتك نموذجي. هذا خلاني أشعر بإني مش أنا عم بشتغل لنفسي، والله لم يكن يوم شغلي لأحقق ربحا أو لأحقق منصبا، وأنا مش يعني المنصب الوحيد اللي أنا فيه كعين هو التكريم من جلالة الملك، ولا أستحقه ولا أنا يعني في وارده، لأن أنا مش سياسي. ولم يكن طموحي أبدا أن أحصل على أي منصب، كان طموحي أني أستطيع أن أعطي. وإمتى تعلمت العطاء؟ في قصة في كتابي هذا راح قصة، أنا كنت في الجامعة الأمريكية بمنحة كاملة، يعني أخذت الكتب والقسط والسكن ومرتب شهري، كانوا كل يوم الصبح والظهر والمساء في إفطار وغدا وعشاء بالكافتيريا على حساب المنحة، وكان في حبة موز أو حبة قردان أو تفاح، يعني كل يوم عندي 3 حبات فواكه، وضربيهم بسبعة أيام 21 حبة. مظبوط حسابي شباب؟ ما شاء الله عليك. فآخر الأسبوع كنت أخذ هاي الحبات بدل أن أكلها، كنت أخذها معي إلى غرفتي لأنه كانوا معطيني غرفة السكن بالمنحة، وآخر الأسبوع 21 حبة فواكه أخذهم على البيت لأهلي المحرومين من الفواكه، وينتظروني إنه طلال جاي معه الفواكه، والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي، ونفتح الفواكه ونقعد ناكل. ما في سعادة أكبر من هيك. بتقول لي إنه سعادة إنك أنت تاكلهم وأكلك مش قادر وأهلك مش قادرين ياكلوا، وين السعادة؟ عندما أنت تشعر بأنك استطعت أن تقاوم رغبتك بأنك تأكل موزة وتخليها لطعميها لأمك، في سعادة كبيرة. هذا هي السعادة الحقيقية، وهذا اللي تعلمته
من حياتي أن العطاء هو السعادة مش الأخذ. عندما تعطي تشعر بالسعادة ما لها حدود. والله أنا يوم من الأيام كنت في الكويت وكان عندي سائق. يوم من الأيام أجاني قال لي ابني بالمدرسة مش قادر أدفع قسطه، بدي تحكي لي مع المدرسة يعطوه منحة، وقلت لي ما برفضوا لك كلام. قلت له إن شاء الله. كلمت الجامعة قلت لهم هذا الطفل بمنحة مني بس لا تقولوا له إنه مني. بعد 5 سنوات بتقصير من المحاسب عندي أو شيء بعتوا لأبوه رسالة للولد إنه منحة طلال أبو غزالي ما إجت السنة، دبر حالك. جاني يبكي قال لي 5 سنين وانت عم بتعلم ابني على حسابك وانا ما معي خبر. طبعا قال لي لحتى اشكرك. قلت له انا ما عملتها لتشكرني، انا عملتها لانك انت انسان عم بتساعدني وبلك فضل علي وانا عم بحاول ارد جزء من فضلك علي. السعادة اللي حصلتها بانه حققت سعادة لانسان اخر، والله يا ابنائي وبناتي ليس هنالك سعادة مثل العطاء. والعطاء مش شرط يكون فلوس، محبة، عناية، رعاية. مسك ايد واحد بحاجة انه واحد يمسكه، تشجيع، حب، هذا كله عطاء. فما في أحلى من العطاء، وفي شيء أهم في الدنيا من سعادة العطاء. والمسيح بيقول احنا نؤمن بالديانات السماوية خصوصا الدين المسيحي والإسلامي، بيقول كيف يمكنك أن تدعي أنك تحب الله دون أن تحب الناس الذين تراهم؟ كيف ممكن تحب واحد ما بتشوفه إذا ما بتحب الناس اللي بتشوفهم؟ إذا أنت بتحب ربنا يجب أن تحب من خلق الله، الناس اللي الله خلقهم. وأيضا هنالك حكمة كبيرة من الرومان يقول إذا لم تدرك أن مصلحتك وحياتك ورغباتك هي جزء من مصلحة ورغبات وحقائق الناس كلها، تكون كمن يجلس على شجرة ويقص جذع أو تقع الشجرة. مصلحتك وسعادتك هي جزء من مصلحة وسعادة المحيط الذي أنت فيه. فكر أنك أنت جزء من محيطك، وسعادتك هي من خلال سعادة هذا المحيط وليس من سعادتك أنت بس. أنت كنت تقول عن حجة أرض يافع أنها كنزك الأول وشهادتك الجامعية كنزك الثاني، فأي الكنزين تفضل؟ شوفي بدي إياك يا بنتي ما تعتقدي أن هنالك في الدنيا خيار واحد. انت بتحبي تاكلي وبتحبي تنامي مرتاحه وبتحبي تلبسي، ما بتقدر تقولي انا احسن اللبس ولا النوم ولا الاكل ولا التعلم ولا كل شيء له مكانه واهتمامه. بالنسبه لي الارض كانت هي التعبير عن الانتماء الى الوطن، وانا دائما بقول ان احسن ناس في الوطن هم المزارعين، هم اهل الارض المحافظين على الأرض، الفلاحين. إحنا فلاحين كلنا، كليتنا بالنهاية فلاحين نفلح في هذا الوطن. ولكن بنفس الوقت بهمني أن أتفوق وأعتز بأني حصلت على شهادة التفوق، حصلت على عشرات الأوسمة طبعا بهمني. نفس بهمني أن أبني مؤسسة هامة لا تتعارض مع شعوري بالانتماء إلى الأرض، أني أن أبني مؤسسة عالمية ترفع اسم الوطن في كل الدنيا. لما تكون أعلامنا موجودة في 110 دولة في العالم كمؤسسة، نحن كما كان دائما يقول لي جلالة الملك الحسين رحمه الله يقول لي أنت سفاراتك هي مكاتبك هي سفارات لنا. هذا 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 أيضا شيء عزيز علي. سعادة العين دكتور طلال أبو غزاله، جميعنا نعلم أن طريق النجاح صعب جدا، لأنه لا يأتي بالغرور والخمول والكسل إلا بالجهد والعمل. برأيك هل الأحداث التي عشتها كان لها دور في نجاحك؟ هل الأحداث التي عشتها كان لها دور في نجاحك؟ أنا
سؤال حلو، وأعطيك مثل بسيط لنظريتي أنا. النجاح والفشل هم على طرفي جسر. تخيل الجسر، تعرف البريدج، جسر. الجسر فيه من هنا له طرف ومن هون طرف. هنا النجاح وهنا الفشل. النجاح يؤدي إلى الفشل إذا لم تحافظي عليه ولم تحسني استعمال النجاح، والفشل هو فرصة للوصول إلى النجاح إذا اكتشفتي لماذا فشلتي وين أخطأتي وعملتي بطريقة أفضل. فالفشل هو فرصة للنجاح، والنجاح هو مغامرة للفشل إذا لم تحافظي عليه. فهذه كانت حياتي دائما. إذا أنا فشلت لا ألوم لا المجتمع ولا الدولة ولا اللي حوالي ولا الناس اللي ما ساعدوني، ألوم نفسي إني عملت غلط. فكيف ممكن أن أبدأ مرة أخرى بطريقة أفضل لأنجح؟ الأحداث التي مرت علي اعتبرتها فرصة. وأنا بقول لكم الآن، أنتم حتتخرجوا قريبا، يمكن بعد 5 سنين حتتخرجوا، وأنا بقول لما بقابل طلبة خريجين الجامعات بقول له في المدرسة بتتعلم وبتاخد وبتمتحن وبتاخد شهادة، لما تدخل إلى العمل تنعكس الآية، يجري امتحانك ومن الامتحان تتعلم. أنت هون بتتعلم وتمتحن. في الحياة ابني، في الحياة أنت تمر بامتحانات تتعلم منها الدروس. فكانت الامتحانات بالنسبة لي مدرسة أتعلم منها كيف أنجح. يعطيك العافية دكتور. بس أول إشي بتقدم إليك بشكر جزيل لأنك تفضلت وإجيت على الموعد تماما. الإدارة كانت خبرتنا إنه رح تيجي على الساعة 10، وأنت إجيت على الساعة 10 تماما. جيت 9:30. ما شاء الله عليك، مش مصدق أوصل قد ما مبسوط. بستنى دكتور إنه من أسرار النجاح عندك إنه الالتزام بالمواعيد. أما سؤالي دكتور، إنه هسه لو أنت أتيحت إليك الفرصة إنك ترجع على ديارك في يافا وتتخلى عن كل الفرص في اللغة السا، إيش بيكون ردك؟ لو أتيح إليك إنك ترجع على ديارك في يافا وتتخلى عن كل الأشياء اللي متوفرة إليك هسه، إيش بيكون ردك؟ إيش بيكون؟ رغبتك رأيك. إذا أتيح إليك إنك تتخلى عن كل قصص النجاح وترجع على يافا، ببدأ من جديد. وبعد كده إذا صارت ببدأ من جديد بطريقة أحسن وبنجح أكثر. ما شاء الله عليك. سعادة العين، بالنسبة لأبنائك هل فضلت تعليمهم الاجتهاد والمسؤولية في الصغر مثلك تماما أم عملتهم كأطفال وقلت أن الظروف تحدد هذا الشيء؟ أن الظروف تحدد هذا الشيء. والسؤال؟ هل فضلت تعليم أبنائك الاجتهاد والمسؤولية في الصغر مثلك تماما أم عملتهم كأطفال وقلت أن الظروف تحدد هذا الشيء؟ سؤال حلو كثير، هذا سؤال حلو كثير. أنا أولا أولادي ما مش أطفال، أولادي أكبر مني. مش عم بمزح، أولادي بالعمر أكبر مني، وعلاقتي معهم كانت دائما تختلف عن أسلوب زوجتي أم الأولاد. أنا من أول طفولتهم تعاملت معهم كزملاء، بعمري ما صرخت على واحد، بعمري ما ضربت واحد، بعمري ما منعت واحد يعمل أي شيء، وكنت دائما أتبع سياسة أنني أريد أن أعلمهم كيفية اتخاذ القرار. ما قررته، لما بيسألني سؤال بناقشه ليصل هو إلى القرار. وفي قصة، يعني هذا ابني الكبير لؤي وزملائي بيعرفوه، وهو من أنجح رجال الأعمال في الوطن العربي، وهو رئيس مجموعة، رئيس شركة أبو غزالة للملكية الفكرية اللي هي أكبر شركة في الدنيا. هذا لؤي
يوم من الايام جاني قال بدي اشتري موتور سايكل. امه قالت له ممنوع ولا في بحث بهالموضوع. قلت لها لا خلينا نفهم منه ليش بده الموتور سايكل. وجلست اتحاور معه 6 شهور كل يوم على الغداء يقول بدي موتور سايكل. اقول له ليش؟ يقول لي ما حكينا امبارح. قلت له ما اقنعتني، اقنعني اليوم خلينا نفهم، يعني انت هل عندك مشكله توصل على المدرسه؟ قال لا. طب فاذا ليش بدك اياه؟ قال كل اصحابي عندهم اياه. انا بده عجيب اذا كل اصحابك عندهم شيء سيء لازم انت تكون زيهم. اعطيني حجه خلينا نتفاهم. الى اليوم اجاني موطي راسه هيك وحزين، قال لي صديقي فلان توفي على الموتورسايكل. وانا مشاكرك انك انت رفضت. قلت له انا ما رفضت، انا ما زلت عم بناقشك في الموضوع، انا ما رفضت. انت كنت عم طرحت قرار في الوقت اللي امه قالت لي مش عم ضل نحكي كل يوم في الموضوع، قل له الموضوع منتهي ما في. قلت له لا ما بدي اقول له لا، بدي اياه هو يقول لا، بدي اياه يصل الى قناعه. هكذا كان اسلوبي معهم دائما، كيف اعلمهم طريقه اتخاذ القرار وليس اعطاء القرار. طالب حسن قشوع، وكنت أشكرك لما جيت قدمت في مدرستنا واخترتها. وسؤالي نظرا لخبرتك الطويلة في الحياة وإنجازاتك بمختلف المجالات، ما النصيحة التي تقدمها للجيل الصاعد أو الناشئ رغم الثورة المعلوماتية الهائلة والتسارع الكبير؟ يعني لما تستعمل كلمة رغم بتزعلني. الرغم هذه هي نعمة، عندما يكون عندك هذا البحر، هذا المحيط من المعلومات، أنت في نعمة. هي أداة لك لتبدع، هي أداة لك لتتفوق. أنت في عصر المعرفة متاح لك فرص وظروف هائلة. فأنا أقول أنكم يا أبنائي في نعمة من الله أنكم في عصر الإنترنت. إحنا كنا لما نريد أن نصل إلى المعلومة يطلع ديننا لنلاقيها. الآن تستطيع أن تبحث عن كل شيء، وما يتاح لك في الانترنت هو بداية لكي تبدع. تستطيع أن تأخذ. وشو هو الاختراع؟ ما هي الملكية الفكرية؟ الاختراع هو أن تأخذ أي شيء موجود وتطوره إلى ما هو أحسن. وهذا هي التقنية. التقنية دائما تتقدم إلى الأمام، وكل اختراع يؤدي إلى اختراعات أخرى. فلذلك أنت عليك أن تدرك أن هذا المجال يعطيك، هذا المحيط اللي اسمه المعرفة يعطيك فرصا هائلة للإبداع. أهلا فيك يا سيد طلال. بيت اليوم لما قدر يروح على مدير مدرسة حتى يقنعه أنه يدخل منها 100%، أنه يدخل منها 100% في هاي المدرسة، وحكي له اذا انا ما حصلت على اعلى تحصيل في المدرسه يطلعوني بلا شك. كانك عم تحكي عن واحد بعرفه. ان شاء الله. بلا شك يعني هو طفل مكتشف قدراته، مؤمن بذاته. ايش هي القدرات اللي كنت انت شايفها بحالك بهذا العمر؟ وايش الشيء اللي خلاك تؤمن بحالك؟ ابدا ابدا. انا بدي اجاوبك. شو صار يومها بهذا عندما ذهبت الى هذا المدير في بيته بعد ما رفضوا يعطوني منحة، وقررت أن أقنعه. فقلت له أنا أعطيني فرصة لفصل واحد، إذا لم أكن الأول تسقط تطردني، وإذا كنت الأول تستمر بالمنحة. شو خسران؟ صار في 25 خلوا يصيروا 26 لفصل واحد. فقال لي والله يعني اقتنعت برأيك راح أجربك. فبدأ يكتب أعطاه منحة لفصل واحد شرط أن يكون الأول. قلت له لا، الأول في جميع المواد مادة مادة والأول كمجموع. فقال لي لهالدرجة أنت عندك ثقة في نفسك؟ قلت له لا، أنا عندي شيء أكبر من الثقة اسمه الحاجة. أنا حاجتي هي أكبر من ثقتي في نفسي. بما أني محتاج أن أتعلم
لأني عندي رسالة بدي أديها، فأنا مضطر أن أتفوق. هذا أن يكون عندك حاجة هو أقوى من أن يكون عندك رغبة أو أن يكون عندك قناعة أو ثقة بنفسك. أقوى من الثقة الحاجة. فأنا ما خلاني أن أبدع، لذلك بقول أن المعاناة نعمة. ما خلاني أن أبدع هو أنني محتاج أن أبدع. فحاجتي هي التي قالت لي، قال لي مدامك هيك بدك خلص رح أكتب الأول في كل مادة وأنت المسؤول عن غلطتك. يعني إذا مادة واحدة ما طلعتش فيها الأول هتسقط منها. قلت له أيوة، لأني أريد أن أحقق ذلك لأني مضطر وليس لأني عندي ثقة بقدراتي. ما فيش سر طاقة، في سر حاجة وسر قرار. ما عندي شيء سحري يا جماعة، أنا بني آدم مثل كل واحد ولا مخبي شيء. إيدي مثل إيديك، منخاري بشوية أبشع من منخار لأنه بيقولوا عنه مطار لأنه مفطس، فما فيني شيء إطلاقا أحسن منكم أبدا. عندي إيد أطول من إيد، هاي إيدي، هذا دراعي، هذا لما بشتري القمصان لازم أفصلهم لأنه عندي الإيد هاي سنتي ونص أطول من هاي الإيد. عندي عين أصغر من عين، عندي عيوب الدنيا كلها، ما في شيء عندي طاقة فيه تميز عليكم أبدا. إنما أنا قررت أنني محتاج أن أنتصر على عدوي، فبما أني أريد أن أنتصر عليه بأن أكون أحسن منه فأنا سأنجح. اليوم بشعر اني حققت هدفي من الزيارة. اشكرك. بتمنى لو يعني طلب صغير لو تشرفنا وانه حضرتك فرعى احتفال، انا توجيهي طالب توجيهي وهي تخرجي من المدرسة، بتمنى انه يكون لي الشرف وتكون انت راعي لحفل. الشرف والله جميعا، الشرف جميعا. بركي يسعدنا يعني. بركي ما بدك مديرة. لا والله عندنا وشرفنا. هذا القرار مش عندي. ان شاء الله والله بتشرف. انا ستي هذا يسعدني جدا. انا اصرف يعني الله يسامحهم زملائي يوميا عندي رعايه حفل تخرج. يوم امبارح اثنين يوميا عندي حفله تخرج لاني اؤمن بالشباب، اؤمن فيكم، أؤمن بأنكم أنتوا المستقبل، أنتوا اللي راح تغيروا الدنيا. ما حدا يقول إنه والله إحنا يعني شو دولة صغيرة. فنلندا دولة صغيرة، سويسرا دولة صغيرة، روما كانت كل هيئتها كم حجر. إحنا قادرين، ونحن غيرنا العالم 500 سنة. الأمة العربية حكمت العالم 500 سنة بالحضارة، وأسست كل علوم الدنيا وكل ثقافاتها وكل آدابها. هذه أمة عظيمة تستطيع أن تقود العالم مرة أخرى، على إيدكم أنتم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شوف أنا ما بدعيش إني عندي نجحت، أنا بدعي إني اشتغلت واجتهدت. ومرة دعتني تلفزيون الجزيرة ليعطوني جائزة الإبداع أو التفوق أو كان اسمها، نعم. فأنا قلت رجيت لأقبل الشهادة مش لأني تفوق، جيت لأقول أن لا يجوز لأي إنسان أن يقول أنني تفوقت إلا ما عندما يتوفى.
انت بدك تستني لما اموت وساعتها قيميني، ما تستعجلي، يمكن من هلا لحد ما توفى اخرب الدنيا. عليك لسه اريد ان يحكم علي التاريخ ويقول اذا انا نجحت او قمت باي عمل. انا هذه نظريتي، انا ما بعتقد انه، وهذا شعور ايجابي، انا اريد ان اعتبر انه رسالتي لم تنتهي، الرساله لم تنتهي. لذلك انا دائما بقول انت ما تشتغل لهدف، اشتغل لرساله. عندما يكون عندك الرساله، رساله ما بتنتهي. رسالتي ان احافظ على تفوقي على عدوي، وساظل متفوق عليه، وساظل وانا اتحدى، وتحدى كل من يدعي او يريد ان يدعي غير ذلك، اني انا متفوق على عدوي في كل شيء، في التكريم، في المناصب، في ما حققته، في المؤسسة اللي بنيتها، في كل شيء. فهذا عملية مستمرة لن تتوقف. سؤال ثاني، لأنه فيك حب الفضول، فهل له علاقة بما أنت عليه الآن؟ حب الفضول، عندك حب الفضول. حب الفضول؟ الفضول كلمة ما مش مفهومة، يعني أنت يمكن عارف، فأنا بعرفها. الفضول هل هو أنه تسمع أخبار وتتجسس على الناس؟ لا، ما عندي، ولا عندي وقت، ولا عندي رغبة. الفضول بأنك تريد أن تعرف الحقيقة وتصل إلى المعلومة، نعم، هكذا هو ما يجب أن يكون. أنا دائما أدرس، الفضول أنا بسميه التعلم، بالنسبة لي الفضول هو التعلم، أن تعرف ما هو جديد، وليس الفضول بأنه أعرف إذا فلان مصاحب البنت الفلانية ولا لا، ولا إذا أكل السندويش تبعيتي ولا هو سندويش تؤطيه الآخرين. هذا الفضول ما له فائدة. أنا أدرس كطالب يوميا أدرس مثلك يوميا، أدرس بين ساعتين وأربع ساعات كل يوم. هذا هو الفضول، أن أدرس وأن أعرف ما هو الجديد في مجال أعمالي وفي مجال طموحي. وأنت في صغرك أنك ستصبح في هذه المنزلة الآن؟ هل كنت تعتقد أنك ستصبح في هذه المنزلة الآن؟ نعم، أنا كنت أؤمن بأن النجاح سهل، وهذا اللي بدي إياكم تعرفوه، النجاح سهل، الفشل هو الصعب. النجاح سهل إذا قررت أن تنجح ووضعت كل قدراتك في سبيل النجاح. وأنا عندما بدأت كان طموحي، نعم، أن أي يوم من الأيام أقف على منصة الأمم المتحدة وأقول أن شعبي عظيم وأن أمتي عظيمة، والدليل على ذلك أنكم انتخبتوني. ولماذا كنت تريد الالتحاق بمجال اللغة الإنجليزية؟ الالتحاق ب مجال اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية أنا بحكي عن نعمة المعاناة. أنا كنت مضطر وأنا طالب أن أبحث عن مصادر للدخل لأصرف على أمي ووالدي الكبيرين في السن، ما عندنا مصدر رزق، وأنا تلميذ، فاشتغلت كل شيء، اشتغلت أبيع بوزة آيس كريم، كنت أحمل الصندوق على ظهري بعد المدرسة، أحطه هيك مش موجود هلا، أحط الصندوق على ظهري وامشي بالشوارع والايس كريم بوزة ايس كريم، فلما يشوفوني شاب صغير هيك ومرتب اقل طرف بيشتروا مني ليساعدوني. اشتغلت في سوق الخضار، اشتغلت كل اشغال الدنيا. لما وصلت الى الجامعه بدات اشتغل في اشغال اخرى ومنها الترجمه. فانا حبيت اللغه الانجليزيه لحاجتي للغه الانجليزيه كوسيله لكسب الرزق، هكذا بدأت. فكنت أترجم كتب وتصدر بأسماء مؤلفين مشهورين مقابل أن أخذ أجري، وهذا شيء شرعي وصحيح، يعني ما عنديش اعتراض عليه أبدا، وهذا بنسميه إحنا بالملكية الفكرية work for hire، لما واحد يأخذ أجره ملكية الاختراع بتصير له للدفع. فإذا بدأت قصة غرامي مع اللغة الإنجليزية، وأنا عندما دخلت الجامعة كان هدفي أن أدرس لغة إنجليزية، وأيضاً بالصدفة غيرت إلى البزنس، لأن صديق لي قال لي أنت تسجل البزنس اليوم، وإذا غيرت فكرك تدرس، بس أنت أحسن لك البزنس بالشغل، في المستقبل ممكن أن تنجح أكثر في مجال الأعمال.
ولذلك عندما أنا شهادتي معلقة، شهادة علاماتي من الجامعة الأمريكية، مكتوب أنني اجتزت 101 English بالإعفاء لأن مستواي كان أعلى من مستوى الصف، وأنا كنت في مدرسة لا تدرس اللغة الإنجليزية، مدرسة المقاصد الإسلامية في بيروت لم تكن تعلم اللغة الإنجليزية، بس أنا علمت حالي اللغة الإنجليزية من خلال شغلي في الترجمة. وأنا في الصف الفريشمان السنة الأولى في الجامعة كنت أدرس كليات البنات، ما بعرف ليش البنات كانت صدفة، كليات البنات الهاي سكول يعني نفس عمري، أنا كنت أول ثانوي أول جامعة وهم كانوا آخر هاي سكول، يعني تقريبا نفس السن أنا وياهم. كنت أدرسهم الأدب الإنجليزي، تخصصت في الأدب الإنجليزي ولأني ترجمت الأدب الإنجليزي، فكنت أدرسهم وغلبوني البنات والله، لأنه شايفين أستاذ من عمرهم اشتغلوا فيه شغل لا يوصف، والبنات اللي لما بدهم يشتغلوا واحد بيشتغلوا فيه بس حتى ربنا قال إن كيدهن عظيم. كانت تجربة لي كيف أتعامل مع بنات من سني وأنا أستاذ، يعني ما بدي أحكي في شوية نحكي عن الحركات والإزعاجات اللي عملوها معي، ومع ذلك الحمد لله اجتزت الامتحان. أنا أعدائي أحبهم كلهم إلا العدو الصهيوني. أنا عندي نظرية أن العدو غير عدو الصهيوني يفيدني، لأنه اللي بيحبوني مثلكم بيعطوني قوة، اللي بيكرهوني بيحموني من نفسي، لأنه عدوي بيقول لي دير بالك أنا مراقبك لأنه بدي إياك تخطئ، وبدي إياك مشان لما تخطئ ألعن أبو دينك. اوكي، فلذلك بكون انا حريص لانه عارف انه في عندي عدو عم بيراقبني، فبالتالي عم بيعمل لي خدمه مجانيه فانا اشكره. اخر سؤال. سعادة العلم، كيف يستطيع الشخص تحويل النقمه الى نعمه كما فعلت؟ انت قرار، انك انت تقرر يا ابني، كل شيء في الحياه قرار. أنا لا أجد شيء وأنا بتحدى، أعطوني شيء مش قرار، كل حياتك قرار. أنت عندما تقرر أين خلاص في واحدة جديدة كما واحدة جديدة. أوكي. أنت عندما تقرر أن النقمة هي اختبار لقدرتك على الانتصار عليها، أنا عندما كان يأتيني عائق أعتبره مش مشكلة، أعتبره فرصة للانتصار. أنا حتى زملائي كثير بيعرفوا لما بكون في مشكلة بالعمل بيجي بيقولوا عندنا مشكلة، بقول له عظيم شو الخبر الحلو، هات له شو هات له شو، بقول لي عم بقول مشكلة، قلت له تمه، في أحلى من الواحد يكون عنده مشكلة ويحلها؟ طب شو الحياة إذا بده ما فيش مشاكل تحلها؟ فأنت تقرر أن هذا النقمة هي فرصة لك لتنتصر عليها. بس آخر سؤال. يلا. عندما نجد في سيرتي الذاتية العديد من العمل في العديد من المجالات والانتماء في العديد من المجالات الملكية الفكرية، العمل في البزنس والموسيقى وغيرها مما لا نعلمه، ماذا تحب في هذا المجال وماذا عن اكتشاف الذات؟ مثلا خليني اخذ الموسيقى، مين قال لك انه انا حبيت الموسيقى لاني بدي احبها؟ انا الموسيقى قصه، كنت ابحث عن عمل، وجدت دكان ببيع موسيقى حاطط انه احنا محتاجين الى بياع على الازاز تبعه، فدخلت قلت له بدي اشتغل عندك، شفت الاعلان على حاجة لبياع، قال لي تعرف شيء عن الموسيقى؟ قلت له لا، قال لي كيف يعني؟ قلت له ما بعرف بس بدي اشتغل، قال لي كيف بدك تبيع شيء وانت ما بتفهم فيه؟ نفس الاسلوب، قلت له شغلني شهر بدون راتب،
إذا نجحت بتخليني أنتقل، ما نجحت شو الخسارة؟ شهد بدون رأي. قال لي طيب حجرب. رحت من ذاك اليوم وبدأت أدرس علم الموسيقى وتاريخ الموسيقى وأستمع إلى الموسيقى. ما كان عندي لا راديو في البيت ولا كان عندنا وسيلة لنسمع موسيقى، فصرت أدور وين فيه، وخصوصا كوني كنت عم بشتغل في المحل فكنت أسمع وأدرس ومعي كتب عن الموسيقى. بنهاية الشهر صرت خبير في الموسيقى، وبالغير أني صرت خبير اكتشفت أني أحبها، يعني بما أني صرت أفهم الموسيقى وقعت في غرامها. ولذلك جلالة الملك نور كلفتني بأن أرأس مجلس أمناء الأوركسترا الأردنية. ففي البداية كانت حاجة، لذلك دائما بقول أن الحاجة هي أقوى من الرغبة، أقوى من أي شيء في الدنيا. لما تقول أنت محتاج تستطيع أن تحول حاجتك إلى قوة خارقة. الحاجة يمكن أن تصبح قوة هائلة إذا استطعت أن تحول الحاجة إلى قوة. ضيفنا الكريم، طاب اللقاء وكم يطيب لنا أن يطول الوقت لتبقى ضيفنا. ضيف في بيتك بين أبنائك، أبناء مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، فننهل من روافد علمك ونتسلح من عدة إصرارك، لكن الوقت لم ينصرنا، فما كان منا إلا الشكر والعرفان المكلل بطيب اللقاء الذي منحتنا إياه من وقتك الثمين، آملين أن تكون هذه الجلسة الحوارية غنية مثمرة ودرسا عظيما في الإصرار والطموح والوصول لأبنائنا الطلبة، شباب اليوم ورجال الغد وطاقة الوطن وقادته. لنرفع في نهاية لقائنا القبعات احتراما وتقديرا وعرفانا بشخصكم، راجين سعادتكم قبول درع تذكاري مقدم من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، تقديرا رمزيا على البصمة والأثر العظيم الذي تركتموه في نفوس أبنائنا. فليتفضل مشكورا مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتور نزار الدقس بتسليم الدرع. شكرا الله.